تعرفهمش هي ماشي بنت الدار البيضاء هي هي من سلا هي من سلا باش تعرفهم يعني هما شوفوا يعني مختل عقليا عملوا في هذه المسائل الاغتصاب الجماعي اللي, اللي زعما ما تيرقاش لواحد ال 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 الوطن اللي هو فيه ديمقراطيه وفي حقوق الانسان البنت كانت كانت يعني معصبه وكان عندها مشاكل يعني مالك ما عرفناش حنا ما عرفناش هي ما, ما هي ما, ما هضراتش معنا إحنا هي هضرات غير مع خواتاتها احنا عمامه ما هضراتش معنا ولكن خواتاتها عاودات ليهم ولكن خواتاتها سكتوا يعني ما 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 قدروش يقولوا يعني عندهم رجال رجالتهم وداك الشيء كان مشكل يعني الى لا هضروا غادي غادي توقع مشكل في سميتو ولكن اتضح الراي العام بان هاد البنت هذه وقع لها المشكل هذا يعني تلاح في الفيسبوك ما بقى ما ما بقى ما فهمتي ما بقى ما ما بقى ما نخبيو تنفسروا الصمت ديال الوزاره المعنيه بان ما خدامش في الصالح العام ديال المغاربه الا كانت الديمقراطيه فعلا وكانت صاحب الجلاله يلح عليها فهي غير حابر على ورق اذا ما كاينش وزاره وصيه من تشوف يعني الراي العام تاخذ هذه القرارات وجمعيه تاخذ هذه القرارات وتنشكروا هذه الجمعيات الله يجازيهم بخير وتنشكروا هذه الناس اللي هما تيجوا اللي 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 تيجوا لعندنا وتيواسيونا هو سميتو تنشكروهم وعلى راسهم صاحب الجلاله نصره الله هو يعني بالتعليمات ديالو الساميه لولا التعليمات ديالو لما كانت هذه القضيه الشرطه دارت الخدمه ديالها يعني اتخذت قرارات وجات لعنا مشكورة على على التواصل ديالها معنا جات لعنا واستفسرات الضحية وعطاتهم يعني المسائل كلها يعني تفصيليا فدوها بالاوراق ديالها بالبطاقه الوطنيه ديالها ب بب يعني ب بالادويه لي بروسبكتيس ديال لا فارماسي ديالها سميتو وداوها للدار يعني انا تنقول للسائق ل... الشاحنه يعني سائق سائق الباص الحافله يعني راه عمل واحد المساله يعني ما لا تغتفر كان على الاقل يوقف بالحافله ديالو ويعلم الشرطه باش يتخذوا يعني اجراءات لازمه ضد الذئاب البشريه اللي, اللي فعلت الفعله ديالها امام الملاء وكانوا الناس الركاب في الحافله ولكن حتى واحد يعني ما ما ما, ما قدر باش ينهي هذا المنكر او اللي وقفوا او الا الجمعيات اللي اللي كانت سندتنا جزاهم الله بخير وعمامها راه لحد الان راه مصدومين يعني بالاخص بالاخص عمامها مصدومين بزاف غادي نرفعوا الدعوه قضيه على على سائق الحافله والرسوفور اللي كان معاه والشركه اللي هي سميتو والشباب اللي هما يعني اغتصبوا بنت خويا اللي هي كانت مختله عقليا